احنا سبب استمرارنا لهذا يعني اصرارنا باقي مثل ما هو، وهذا التصرف يعني من قبل الميليشيات ما راح يبقى هو، بالعكس احنا راح يزيدنا اصرار على هذا الموضوع، واحنا ما راح نتنازل عن هذا الشيء ابد. مطالبنا انه الاحزاب هاي تنتهي، تشكل حكومه جديده، هاي السنه والشيعة والطوائف، واحنا كنا ايد واحده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نعزي عوائل الشهداء الرحمه والخلود لارواح روح الشهداء شهداء ساحه التحرير السلميه، نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى. طبعا هاي لاول مره صارت المجزره، هي يعني مو اول مجزره، من 2004 او من 2003 لغايه اليوم نفسهم القتله من 2004 لغايه اليوم. بس انا اريد اسالهم، انا اريد اسالهم، من 2004 سيارات مفخخه وقتل وطائفيه سويتوا وخطف وكاتم، ولا ما لا نهاية من القتل. هذا الشعب ما خلص، ترى هاي المجزرة اللي صارت مو البارحة، أول البارحة، هاي مو أول مجزرة، مجزرة سبايكر والسقلاوية، كم سوق فجرتوا، كل أنت نفسكم اللي قتلتوا. أول البارحة صاركم 16 سنة تقتلون بينا، بس ما نخلص ولا تهزنا. وبنفس اليوم اللي سويتوا مجزرة زيت العالم هنا طبخت ووزعت وزادت ما نقصت، والبارحه مطر والعالم هنا حتى ما حط رجل ما الك، لو الذببره ما توقع بالقاع. ما تهزنا لا المزار لا مذابحكم ولا قنابلكم ولا قتلكم ولا خطفكم ولا اعتقالاتكم. ما تهز شعره من العراقي. العراقي صار من 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 بدا تاريخ العراق لليوم، من بدا تاريخ العراق لليوم ما خلص. مو واحد واثنين وثلاثه تقتلوا ويخلص. احنا ملايين وابطال شجعان. وانا اشكر، انا اشكر هاي حكومه الفشل، الحكومه الغير عراقيه، انه جاي ما اعطتنا شهاده مدرسه ولا اعطتنا شهاده تعيين، بس جاي تعطينا شهاده للجنه. والله يقدر هذا الشيء. احنا طالعين حتى ما يروح دم الشهداء هدر، يعني احنا نطالبوا بحقهم، هم طلعوا ياخذون حقهم لكن استشهدوا يعني، واحنا بدنا ناخذ حقهم بدالهم، وده يزداد عدد الطلاب لان الواقع بيهم مدى يسوء اكثر. فلهذا احنا مستمرين وان شاء الله باقين لحد ما ينفذون مطالبنا. هو احنا يعني احنا اصحاب قضيه دائما نقول هالشيء، يعني احنا من بدينا هالمشوار لازم نكمله للنهايه، واحنا يعني نشوف انه احنا كعراقيين كبلد وكشعب نستحق افضل، يعني احنا عندنا خيرات وعندنا كل شيء انه اهلنا نكون دوله ممتازه يعني، فمقارنه باللي عندنا احنا ما نشوف اي شيء من حقوقنا، فاحنا ابسط حقوقنا نطلع على موتها، واذا صارت ابسط الحقوق راح نستمر منها لما يعني بلدنا يصير احسن البلدان بين العالم يعني، لا ما خوفني احنا بدينا بعد ما نقدر نرجع، يعني احنا راح نستمر. احنا اول ما طالبنا هي قلت لك يعني هي الحقوق الطبيعيه اللي موجوده عند الكل، انه احنا نتظاهر اول شيء واحنا يعني ما حد ياذينا. طبعا الشهداء اخواننا وكلهم طلعوا على مودنا، لان هم كلهم كانوا طلاب، مثل ما احنا هسه طلاب باكر اقوى احنا نطلع طلاب. يطقنا الجوع، يطقنا الفقر، الضيم، لانه احنا درسنا وتعبنا سنوات تاليها ما نتعين، معدلاتنا تكسر، الواهس ينكسر، امل ماكو. دولي طلعوا على مودنا، دولي حالهم من حالنا، هم كانوا قاعدين على رحله ويقلون، بس الفرق انه هسه احنا نتحارب لانه نساندهم، واحنا مستحيل مستحيل دم شهيد يروح والله لانه جتي مدير مدرس يخوف، لا درجات ولا سند همنا، كل شيء ما يهمنا، دم الشهيد من هو ضحى بدمه وضحى بنفسه وبحياته كلها وبعائلته وامه تبكي عليه وزوجته واطفاله، بعدين شنو يا سنه دراسيه يا دراسه فدوه لهم. يعني ليش اضيع حقهم؟ هذول تعبوا مثل الجبل اللي هم بنوه بدمهم، وانا قلت اهدمه ليش يعني؟ غير نوصل للقمه، غير نوصل للشيء اللي نريده؟ هذول اللي اصلا حتى اللي يفوتون قاعات ويدامون وياخذون محاضرات، يعني ما ادري شلون ينامون الليل، احنا مقاطع دا نشوفها ومن ننزل نشوف الناس شنو وضعيتها ومن يصير ضرب، يعني شيء ما يخلي الواحد ينام. شلون انت تدرس؟ شلون يعني تبني مستقبلك على حساب غيرك دا يموت، غيرك دا ينقتل؟ هو هذا الطلب الوحيد اللي طلبناه، لا تطبون. نايس الوزارة هسه صار، اشتغلنا هسه صار. استقالهم هاي مجرد بداية، احنا
احنا نريد الحكومه كلها تستقيل، نريد ملفات الفساد كلها تنفتح ويتحاسبون، لان احنا تاذينا انجملنا. احنا يجوز بعد شوي عندنا امل. الموت اللي صار له سنوات قاعد بالبيت، الناس اللي انصابت اللي تاذت، العوائل اللي انضللت، هذول وين حقهم؟ يعني احنا شنو نستفاد بقاله عادل عبد المهدي؟ احنا ما نريد، احنا نريد نحاكمه ونريد الحكومه كلها تتحاكم، لان احنا عبالك عبيد عندهم، واحنا اصلا احنا اسيادهم، لان احنا هذا كله خيالنا، خيالنا هذا. احنا دا نبني الوطن، احنا دا ندرس، احنا دا نتعب، دا نقدم هواي شغلات، وما قدموا احنا نريد نحاكمهم، ما نريد بس يطلعون، شنو الفائده يطلعون؟ Yeah.
النادي أم الشهيد النادي ردوا لي دم أولادي أم الشهيد النادي ردوا لي دم أولادي الموت عشان الموت فيه الضرور القضية الموت عشان الموت فيه وعلى الغفور القضية الموت عشان الموت فيه جاينا الظهر نريد بلد احنا نريد وطن احنا الطلاب اعتصام حاليا على ارواح الشهداء شهداء الراحوا صارت يوم الجمعة نعم مجزرة صارت بالسنك وانا صوبت في كتفي هاي هنا انا هاي صابتي بالليل صارت طبوا بيكامات وسيارات ستاركس شوت ستاركس اول شيء حرقوا الجراج مع السنك بعدين بدأ الرمي شهداء هواي وقعوا على الله لا وفق تعليم زين الريد الريد مدارس براسه حاض يعني ماكو يعني أنا طالب سادس ماكو مدرسين ما تدخل بكالوريا إذا ما تعطي فلوس ماكو هيك والله الطلاب هنا أكثريتها يعني قاعدة تجي من كافة الجامعات مو جامعة واحدة هسه احنا طلاب الجامعة المستنصرية عندك جامعة بغداد جامعة التكنولوجية كافة الجامعات قاعدة تجي هنا الطلاب ليش تلقى الدكتور هنا تلقى المهندس تلقى العامل تلقى هاي الرسامين هاي الرسمه هاي اللوحات ليش لان دم الشهيد لحد الان عندنا تقريبا اكثر من 500 شهيد دم الشهيد ما نريده يضيع ما نريده يروح هباء ليش لان الحكومه لحد الان صار لها 16 سنه ما مسويت لك انجاز واحد اريد انجاز واحد للحكومه على مود تطلع تحاججك بهذا الانجاز لحد الان انجاز واحد ما موجود زين انت شلون تريد هاي العالم هيك هسه انت بالنسبه للواحد العده ما يحس بالفقير، اكو عالم فقره ما حد يدري بيها. الحكومه لا قاعد تتصرف، لا قاعد تنزل للشارع ويا المواطن، لا قاعد تطلع تحكي على مود تبرج الشعب، لحد الان سكوت تام، ماكو اي كلمه. احنا اول شيء مطلبنا اول مطلب انه الاحزاب. الاحزاب هي اساس دمار البلد. التدخل الخارجي اساس دمار البلد. هو هذا العم على البلد الشباب ما لهم صوت مسموع وطبقة معدومة عند المجتمع عند الحكومة طبقة معدومة ما حد يسمع لهم رأي الشباب هسه عندك طاقات شبابية تارس البلد المهندس تلقاه قاعد الخريج قاعد الطرقات السوداء كلها قاعدة ماكو ما قاعد نحصل نتيجة وإحنا نبقى مصرين على هذا موقفنا لحد ما يصير نتيجة لحد ما يصير حل يرضينا ويرضي الكبير والصغير نريد حل يكون يرضي الكل سبب تواجدنا هنا بساحات الاعتصامات بساحة التحرير انه ما نريد ان الدم العراقي نخليه يروح بسهولة واحنا ولا حد يتصور انه هذول صارهم 16 سنة 16 عام انه بهاي السهولة اكيد انهم خلايا نايمة وبهاي السهولة يطلعون ان شاء الله اصرارنا وعزيمتنا ما نخلي دم الشهيد يروح ونريد مطالب واضحة مطالب مشروعة حق المواطن وحق الشهيد ونريد يسوون لنا حل لان ماكو اي حلول
لحد هاي اللحظه مستمرين الاخر نفس بينا ان شاء الله ان شاء الله. اول شيء احنا الرحمه على ارواح الشهداء. شغله ثانيه اللي الشغله الاساسيه اللي خلتنا احنا مصرين على التظاهر وهذا الان بسبب دماء الشهداء. هذا الشيء اساسي. الشيء الثاني انه احنا ما نريد احزاب. اللي خلانا هنا اليوم نتظاهر كل هاي الايام وكل هاي استمرت المظاهرات تقريبا شهرين بسبب انه مطالبنا انه الاحزاب تطلع من الدوله، لان الاحزاب هي اللي جابت الدمار، هي اللي جابت الفساد، هي اللي جابت المحاصصه، هي اللي جابت كل هذا الدمار لهذا البلد. ما يعني استغلت مواهب الشباب، ما استغلت هاي الطاقات. يعني انا علي من قاعد، على شنو قاعد؟ اطلع اطالب بحقي، اطلع اطالب للناس، اقول انا اليوم يابا اريد حقي. اريد حقي منين؟ من الدوله. الدوله المفروض لازم هسه تنزل للشارع، تعرف شنو مطالب الناس، لازم تعرف شنو مطالب الناس. يا شيء بسيط يعني مو فد اشكال. انتخابات مبكره، تطلع الاحزاب، ما نريد ناس منضمين الحزب، ناس مستقلين، ناس اصحاب قدرات وكفاءات. يعني هي تيجي هاي تبني البلد من جديد، تبني البلد من جديد. يعني مو فد شيء معضله او شيء يعني كبير على الدوله، اي دوله بسيطه تقدر تسوي. استقاله رئاسه الوزراء هي يعني تقريبا اذا تقول من 100 هي 10%. يعني اذا تجي لازم اول البرلمان، رئاسة الوزراء، النوب المحافظات، النوب رئيس الجمهورية. احنا نريد هسه نظام كابينة جديدة كلها للدولة، ما نريد بس رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء لا يقدم ولا يأخر. البرلمان هو بيده كل شيء، برلمان بيده كل شيء. اليوم استقال رئيس الوزراء، باكر عقبه يعني رئيس الجمهورية يقدر يقدم ثاني يوم، يخلي رئيس وزراء جديد. يعني شنو المعضلة باستقالة رئيس الوزراء؟ لا تقديم ولا تأخير. هو اصلا رئاسة الوزراء ما يستقبل كلامه من يعني يعطي كلامه، مو صاحب شخصية قوية او صاحب نفوذ. يعني يسمع من اي شخص يهدده، اي شخص يهدده يقول له انت لازم تسوي هيك. يعني القرارات كلها مو بيده. اولا الرحمه والمغفره على ارواح الشهداء العراق، وان شاء الله الرحمه والخلود لهم. اولا نحن كطلاب جامعيين وكطلاب مدارس كطلاب معاهد، يعني احنا مصرين لان اولا بعد الاسباب، اولا السبب الاول هو دماء الشهداء، يعني دم الشهيد اللي هذا من عائله عراقيه، هذا ممكن عائله يعني عنده عائله، عنده اجهال، عنده ام واب ينتظرون، يعني من سابع المستحيلات انه هذا الدم رخيص، يعني هذا دم عراقي، دم شاب عراقي عمره الورود. فاحنا مطالب كمطالب، احنا كشباب مطالبنا مطالبه واحد، يعني اولا استقال رئيس الوزراء، حل البرلمان اللي هو اساس دمار البلد. المحاصصه اللي هي دمرتنا. فالشيء الثاني الاحزاب، اي الاحزاب هسه هذا الدمار والظلم اللي قاعد يصير بالشعب، هذا كله اساس الاحزاب، فمستحيل انه نبقيها بالعراق. نعزي عوائل الشهداء اجمعين، يا رب ان شاء الله الرحمه والخلود لهم، ويا رب ان شاء الله نصر للعراق. وحابين نطمن عوائل الشهداء، نحن لن ننساكم ولن ننسى ابنائكم، انتم اصحاب فضل علينا، وان شاء الله هذا دين برقى بعناقنا، دين هذا يبقى الى يوم القيامه، ان شاء الله ما ننساهم. عوائل الشهداء والشهداء نفسهم اللي سقطوا البارحة وقبلها لن ننساكم. وإن شاء الله يا ربي رئاسة الوزراء الجاية أو رئيس الوزراء إن شاء الله يدعم عوائل الشهداء ويساندهم ويوقف معهم. إحنا دماء الشهداء عندهم رخيصة، لكن إحنا عندنا دماء الشهداء غالية دماء الشهداء. وأريد أشخاص أكفاء يكون يديرون هذا البلد. البلد محتاج شخصيات قوية ونزيهة بنفس الوقت. احنا ما نحتاج شخصيات ضعيفة تقتلنا. اول ترى هم قتلونا نفسيا، قسما بالله قتلونا نفسيا. احنا الشباب بعد شنو طالعين؟ شنو ليش نداوم اصلا؟ وعوائل الشهداء تنوح وامهات الشهداء تنوح، ليش احنا نداوم؟ قسما بالله بعد لا ظلت لذة بالدوام، ولا ظلت لذة بالحياة، ولا ظلت لذة. يعني هسه قصك وهنا قصة، اقسم بالله العظيم. يعني الم كالم امهات الشهداء، الم بقلبنا. خاف احنا نطلع ونمشي ونتظاهر وكذا ويشوفونا بالتلفزيون، لا والله اكو الم هنا ما ينس، ما ابد ابدا ما راح يتوقف هذا الالم. وان شاء الله النصر والخزي والعار لهم.
احنا مستمرين وما راح نوقف، واصلا هو دماء الشهداء هي اللي تخلينا انه احنا نستمر، واحنا باقي لا نتعب ولا نمل، ومننا لحد ما هم يوخرون ويعفون. احنا نريد اصلاح ونريد وطن، ويعني الف رحمه للشهداء الراحه، وبهذا العدد لو نروح بعد بقده واكثر احنا نبقى مقاومين ومستمرين وما نبطئ. اول شيء الفاتحه على ارواح شهدائنا، وثانيا احنا مجموعه من الطلاب اللي يوميا نجي عم ندعم اخواننا المتظاهرين والمرابطين هنا بساحه التحرير. طبعا هواي نتعرض لاساليب قمع، واحنا هذا الشيء ابد ما راح يوقفنا، لانه احنا ماخذين دم الشهيد على عاتقنا. احنا مستحيل نتنازل الحين تحقيق كل مطالبنا، وحاليا احنا نريد تشريع قانون انتخابات نزيه، نريد دوله ونريد وطن الخاطر الشهداء. احنا نريد نطالب بحقنا وحق الشهداء الراحة وحق امهاتهم وحق عوائلهم. لا احنا مو مطلبنا كان انه بس مجرد رئيس وزراء يستقيل، احنا مطالبنا هواية وكلها نريد تتنفذ، واحنا باقين على ساحات الاعتصام الحين تحقيق كل مطالبنا. يعني احنا يعني شلون ما نقدر نقعد بالبيت ونشوف هاي العالم كلها دا تموت، وهاي يعني الشباب كلها دا تروح من عندنا، وضع يعني ما لنا نفس، ما لنا واحد انه نقعد بالبيت ونشوف هاي كلها دا تموت. يعني شنو يعني احنا مصيرنا مثلهم، هم حالهم من حالنا كانوا. يعني احنا منتظرين مستقلين كلهم، ما نريد هاي الحكومه كلها اصلا، نريد احزاب، نريد يعني شلون اقول لك، ما نريد اي شيء يعني يتبع لهاي الحكومه، نريد حكومه جديده احنا نشكلها بيدنا. طبعا احنا طلعنا للمظاهرات حتى نطالب بابسط حقوقنا، لان احنا ابسط حقوقنا ما منطينا اياها هاي الدوله. يعني احنا طلاب وليد نداوم على منتدى المظاهرين دا يستشهدون بالمظاهرات، ما لنا نفس نروح نداوم، ما نقدر. هم همين اخوتنا ولد عمنا، يعني انا صاحبي توفى بالمظاهرات، شلون بعد اقدر اداوم؟ شلون اروح للمظاهرات وهم متوفين؟ السبب الاصرار انه العراقي بطبع، طبع هو انه ابد بعزم وبغيره، هذا الشيء تولد عنده، انه هو دائما بطاقه متجدده، دائما هو مصر ان يكون ان يبني نفسه. يعني احنا اللي صنعنا العجله، احنا بلاد سومر، احنا البابليين، وبعدين احنا هسه نشوف نفسنا، نبكي على نفسنا كشباب كناس يعني معدمه. شنو الشيء؟ يعني احنا مرتبطين بشغلات بعيده، يعني بعيده عن العالم. هسه قبلنا ان نكون عالم ثالث، لكن مو بالطريقه. يعني هسه احنا عندنا مثلا الشرق الاوسط كله يعتبر عالم ثالث، لكن ما عايش العيشه اللي احنا عايشيها. احنا عايشين تحت خط الصفر. مو احكي لك بس عن الماده، احكي لك عن العادات، احكي لك عن الاهداف اللي يعني مثلا عندك انت النجاح، شلون نقدر احنا ننجح واحنا ايدينا يعني نريد نوصف هذا الشيء، انه احنا اذا ماتوا مثلا 500 او اكثر، احنا بالتالي بلد ولاده، بلد موارد بشريه، بلد نحو الافضل ان شاء الله. وما يهمنا يعني الموت، الموت صار شيء عندنا عادي، مثل ما هم رخصوا دمنا وصار الدم عندهم عادي، احنا نعطيهم اياه بغير وجهه نظر، انه احنا دمنا اغلى. صح احنا نموت يوميه مثل ما هم رخصوا دمنا، لكن احنا نموت يوميه لنثبت شيء. بس هم ما قدروا يوصلون الى 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 الردع او الى افشال هذا الشيء. طبعا هي اني احنا مو ضد انه رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هو كان شخص من ضمن يعني اشخاص ومن ضمن تراكمات دوله. احنا كثر الدق مثل ما يقولون، عندنا مثل يقول كثر الدق يفك اللحام. فاحنا اللي صار اللي تراكم علينا انه من 2003 للان هو هذا الشيء اللي صار، ولا سواء كان هو احنا الثوره اللي ظهرت بشبابنا وانه هم ما يردون هذا الشيء، صارت مثل ما يقولون بوجه هذا رئيس الوزراء، ولا هو حاله حال رؤساء الوزراء البقيه ما قدموا لنا شيء، تراكمات يعني اشياء متوقفه وكلها سببها التكنوقراط اللي انه والمحاصصه. يعني احنا نريد مثلا احنا بغض النظر عن هويته عن قوميته،
عن ديانته، عن طائفته، عن مذهبه، المهم يكون عراقي ويمثل العراقيين كلهم، هذا هو أهم شيء. مو يجي يقول لك والله فلان لازم يأخذ رئاسة الوزراء لأنه كردي، والثاني يأخذ مجلس الوزراء لأنه شيعي، ومجلس البرلمان يأخذه لأنه هو من الطائفة السنية. ما يصير هذا الشيء، احنا كنا عراق واحد، نريد ننهض نهضة رجل واحد. احنا راح نصير هسه مثل حاليا مثل الرجل العجوز اللي هو الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى، كل تجي، الكل تتكالب علينا، الكل يعني الكل تستنزف طاقاتنا، واحنا بالتالي ما راح نقدر لان احنا رجل كهل. بينما اذا احنا ننهض بهذه الطاقات الشابة وننهض بهذا الوعي الشاب، اكيد راح نكسر كل هذه الشغلات وراح نتقدم نحو الامام. بقى احنا اذا راح نضل خايفين راح نضل طول عمرنا ضالين هيجي. احنا ما طولهم ما معاندين، احنا معاندين اكثر من عندهم، واحنا المستقبل لنا يعني، فاحنا راح نتعب على مود نفسنا. حتى لو انا اموت وغيري يموت وكليتنا مستعدين نموت، بس بالاخير شيء راح نوصل. والله وش احنا منطلعنا طلعنا عمود الشهداء، يعني حرام دم الشهداء يروح بلاش، واحنا يعني منطلعنا نريد وطن، ما رايدين غير شيء، نريد بس وطن نرتاح بيه، وما رايدين غير شيء، هاي ابسط مطالبنا. احنا اذا رئيس الوزراء استقال بس احنا ما نريد بعد الاحزاب تستقيل، لان هي الاحزاب اصلا سبب الفتنه بهذا البلد، نريد الاحزاب والبقيه كلها تستقيل. اذا استقال هذا عبد المهدي وقفنا كل شيء ما سوينا احنا، فنريد بعد كلها يعني تستقيل الاحزاب والها.
لا فايدة.